مرحبا. معقول يجي يوم وما بقى نعود نشوف أرز بلبنان؟ إن شاء الله لا، بس إذا ضلت الحرارة ترتفع كل سنة أكثر من معدلاتها مثل ما عم بصير بلبنان، رح يصير الأرز مهدد بالخطر، لأنه نتيجة التغير المناخي والتلوث العالمي وارتفاع درجات حرارة الحرارة، كميات التلج اللي بتتساقط على قمم الجبال والضرورية لنمو الأرز عم تتأثر. كرمال هيك نمو الأرز عم يتراجع وعم بصيبه التلف والأمراض الجرثومية. لهالسبب منوجه نداء للدولة لتهتم بغابات الأرز وتحافظ على هالثروة الطبيعية بلبنان. بالعودة لطقسنا، حار وجاف وأجواء صافية مثل أيام الصيف عم بتسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ورح يتحول إلى متقلب نسبياً. الرطوبة منخفضة، الرؤية جيدة، الرياح خفيفة، البحر منخفض الموج وحرارة مياه هو 21. اليوم طقسنا غائم جزئياً مع احتمال تساقط أمطار محلية وسماع دوي رعد بالبقاع دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة اللي عم بتسجل ببيروت 33. نبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية ومنروح سوا إلى الشمال حيث عم بتسجل درجة الحرارة بعكار 15، طرابلس 25، جبال 26، برمانة 26، ننتقل إلى الجنوب حيث عم بتسجل ببيت الدين 26، صيدا 26 وصور 25، بنت جبال 23، نبطية 23، راشية 23، زحلة 21، بعلبك 21، الأرز 13 والهرمل 25. أما الرطوبة فبتتراوح بين العشرين والخمسين، حرارة سطح المي 21، وسرعة الرياح بين العشرة والخمسة وعشرين كيلومتر بالساعة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية. كيف رح يكون طقس اليومين الجايين؟ لليلة 15 وأقصاها بالنهار 33، الخميس بتتراوح بين 14 وال 31، والجمعة بين 12 و 29. ومنبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 24، دمشق 25، والقدس 24. مننتقل من بعدها إلى الرباط 14، الجزائر 17، وتونس 22، وأخيراً باريس عم بتسجل 13، برلين 12. وهيدا كان كل شيء. باي.